الحالة اللي جاية، حالة من الحالات المهمة جدا جدا جدا، وهنقف عندها شوية. وهنقف عندها شوية هنا. واحدة واحدة. صح. ده جاي من المدافع. وجهة نظرنا عايز تاخدها يا كابتن؟ هنشوف بس يعني نخلي اللعبة ايه تمشي وهاخد رأي حضراتكم. ماشي. نعيد بس فيها عشان خاطر ندي فرصة لحضراتكم تشوفوا. لا نمشي من الأول خالص، هنعيد بس من الأول. هنرجع من الأول بعد إذنك. خلي اللعبة تمشي من الأول خالص. ونجيب الزاوية العكسية بعد كده. نجيب اللعبة الزاوية العكسية. إشارة ولا وجهة نظري هدف. ستوب، هرجع تاني كده، هرجع بقى وهقول لك أقف عشان بس نقدر نتكلم. أوفسايد. بس أوفسايد. ارجع تاني، ارجع تاني، ارجع تاني، ارجع استنى بس. هنمشي. نمشي. نمشي بعد إذنك. ستوب. ستوب بقى خلاص، ارجع بقى يعني ماشي، خلي الباص يعدي، خلي الباص يروح لوليد، خلي الباص يروح لوليد وقف. خلي الباص يروح لوليد وقف بس. شكرا 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 شكرا. كابتن ايمن انت ايه رايك في الحاله دي؟ هدف صحيح. كابتن علاء معاك. هدف صحيح 100%. كابتن حطيت لنا الصوره دي عشان ايه بالظبط؟ عشان ابقى فاهم يعني موقفها يعني. اولا انا هحكي بقى، انا هحكي. انت شفت انا سبت لك الحاله تمشي براحتها. صح. ما وقفتهاش انا، بس هوقف هنا عشان انا اللي هشرح. تمام. انما انت شفت الحلقه مره واثنين وثلاثه، نجيبها لك تاني؟ لا 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 خلاص. لا لا انت عايز تقول يعني لما انا لا انا عايز اخد راي حضرتك. هدف صحيح 100% يا كابتن. هدف ولا مش هدف؟ هدف كابتن احمد. والله جري جري الكوره ولا كده؟ لا لا هدف صحيح. كابتن شريف كمل يا كابتن. لا الكوره دي هدف. كمل يا كابتن. كابتن عادل. والله انا شايف انه فيها اوفسايد. طيب اوكي. علشان عدم. تعالى بقى كابتن ايمن نتكلم بالقانون ونشوف. اتفضل يا كابتن. يلا هات لنا اللعبه. هات لنا الحلقه من فضلك لو سمحت. هنا بنتكلم في الماده 11 التسلل. صح. واللاعب اللي هو بياخد فرصه في كونه في موقف تسلل. مظبوط. الحاله دي مهمه جدا جدا، من فضلك ارجع لنا. ده ما كانش في موقف تسلل هنا. لا هو نتكلم ان بعدها حسام حسن كان في موقف تسلل. ايوه بس لعيب سموحه لما لعب الكوره. نرجع بقى تاني. هقول لك ليه. امبي مش سموحه. سوري لعيب امبي. سوري لعيب امبي لما لعب الكوره. بص يا كابتن عارف. بص يا كابتن مع اللاعب امبي هنا هنتكلم هنا. هل في اراده من اللاعب المدافع ان هو يروح يلعب وارتياحيه بالظبط ولا هو اتفاجئ؟ لا ما اتفاجئش. تمام. هقول لك ما اتفاجئش ليه. هنا لاعب مدافع هنا وشه فين؟ وشه ناحيتنا. مظبوط. يلا خلي وليد يطلع بالكوره. يلا خلي وليد يطلع بالكوره يلعب من يعمل الباص. عمل ايه؟ ستوب. مد رجل. غير البوزيشن خالص. بالظبط. وخد الخطوه. مظبوط. اذا دي اراده. صح. ده لعب متعمد اسمه الدريبلات لبلاي. دي اراده ان اللاعب ما كانش واقف واتفاجئ بالكرة ولعبها من مكانه. كابتن شريف مظبوط يا كابتن. والكرة ما ارتدتش فيه يعني ما كانش واقف وارتدت وراحت لحسام حسن. ولكن هنا بنتكلم هل في تعمد لعب؟ في تعمد من اللاعب. اه لا في تعمد لعب من اللاعب. ليه؟ انا وضعتي بوشي وبعدين رحت رايح متحرك وحاطط رجلي. ماليش علاقة بجودة لعبته. صح. ماليش علاقة بجودة الكرة راحت لمين. ومين اللي ادى الاوفسايد؟ انا لايمان ولا الحكم؟ لا المساعد. هقول لك هي لعبة صعبة. هي لعبة صعبة. انا مش علاقه بجوده اللعبه. انت حضرتك رحت كلاعب اتحركت ولعبت بارادتك وبالتالي هنا شايف ان انا اللاعب المتعمد هدف صحيح ليه. ولو كان في فار كان اداها له جول كان هيحسب جول. اه بنتكلم بالقانون. خلي بالك ونقول لحكامنا كلها مزبوط. من خلال قناه الاهلي لا مجامله لاحد. وانا جبت اللعبه ليه وقلت ليه؟ لان في فرق لو انا كابتن احمد واقف في مكاني وترتد الكره وتروح للاعب في موقف تسلل. تسلل مظبوط. لو انا في موقعه والكره بلعبها وبتنحرف من رجليا صح بيمنع باص. هي كره لو راحت لحسام على طول كان اوفسايد. لو الكره ردت من القائم او من العارضه لحسام حسن تسلل. مظبوط. اما اذا تدخل اللاعب بان هو يلعب لعب متعمد يتحرك ويروح بيمنع باص. يستمر يتحرك لان هو عدى لنفسه وخد خطوه هو عملها بيمينه ولعب بشماله. اوكي. هنا في حركه ولا ما فيش؟ في طبعا. يعني انا اتحركت ليه؟ ده السؤال. انت كمدافع بيمنع باص للكره ليه؟ عارف ان الكره رايحه في اتجاه يعني لو كانت خبطت فيه وهو ثابت ثابت تبقى اوفسايد. اوفسايد. لو جت من العارضه اهو. لو جت من العارضه او القائم واللاعب في موقف تبقى تسلل. صحيح. هنا شايف عشان نوضح تاني ان اللاعب انبي هنا تحرك بارادته قطع تمريره بعيده ما كانتش في اتجاه او انقاذ المرمى. تحرك اللاعب هنا يخلي ان في هدف والهدف هدف صحيح. وده بنقوله للحكام اللي هي الحاله اللي في كتير الناس مش عارفاها. في فرق بين اللاعب المتعمد وفي فرق بين الكره ترتد مني او تنحرف. صح. هنا لاعب متعمد والقرار اعتقد كان يعني صعب شويه على محمود.
لما لو كان في فار هنا كان اكيد هيرجع ويحتسب الهدف، ودي يمكن كانت اخر حاله كابتن ايمن.